check the mic and make sure it sound right, boys. هذه لقطات عشوائية لسيارات داسيا ولا علاقة لها مع الحلقة. عندما يتعلق الأمر بالسيارات الرياضية فأول شيء نفكر فيه هو سيارات الدفع الخلفي وسيارات الدفع الرباعي، وهذا ليس من فراغ، فهم الأفضل من ناحية الأداء. فسيارات الفورمولا 1 تستعمل الدفع الخلفي والذي يعتبر الرقم واحد، بينما سيارات الرالي تستعمل الدفع الرباعي والذي ينافس الدفع الخلفي بقوة. لكن هل يمكن للدفع الأمامي أن يكون خيارا جيدا في اختيار السيارة الرياضية؟ أغلب الشركات تصنع سياراتها بالدفع الأمامي، وتقدر نسبة السيارات التي تستعمل الدفع الأمامي بأكثر من 70%، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت أكثر من 80%، وهذه هيمنة تامة. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيارات الرياضية فشركات عملاقة في صناعة السيارات بالدفع الأمامي مثل فولكس فاغن وأودي وتويوتا تصنع النسخ الرياضية من سياراتها بالدفع الرباعي، وهذا يقلص من نسبة وجود سيارات رياضية بالدفع الأمامي. ومع هذا شركات مثل هيونداي، هوندا وميني تصنع سياراتها الرياضية بالدفع الأمامي. أجل، هوندا تصنع سياراتها الرياضية بالدفع الأمامي، فهوندا سيفيك تايب آر بقوة 306 حصان تتسارع من 0 إلى 100 في 4.9 ثواني، وهو رقم جيد جدا، وتصنف كثالث أسرع سيارة بالدفع الأمامي. وهيونداي أيضا تصنع سياراتها الرياضية بالدفع الأمامي، وسيارتها فيلوستير إن دي سي تي بقوة 275 حصان تعتبر ثاني أسرع سيارة بالدفع الأمامي، بحيث تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.8 ثواني، وبفرق طفيف عن هوندا سيفيك. وبنفس الفرق تتربع على عرش أسرع سيارة في العالم بالدفع الأمامي بتسارع من 0 إلى 100 في 4.7 ثواني، ومن ستكون غير ميني المزودة بمحركات العملاق الألماني BMW. لكن ومع هذا التسارع القوي لا زالت ميني غير قادرة على منافسة السيارات الرياضية بالدفع الخلفي والدفع الرباعي، لكن هناك سيارة بالدفع الأمامي تستطيع. عندما نتحدث عن شركة رونو الفرنسية التي تصنع سياراتها تحت شعار لافي افيك باسيون، والتي تعني الحياة مع الشغف، فأول ما يخطر ببالنا هو محركات الديزل الاقتصادية والسيارات المملة، لكنها تصنع أكثر من ذلك. هذه السيارة تم صنع 500 نسخة منها فقط، ورغم أنها تتسارع من 0 إلى 100 في 5.4%، وهو رقم أقل مما ذكرنا سابقا، إلا أن السيارات الرياضية ليست هي التسارع فقط، بل هي أكثر من ذلك. هذه السيارة أسمتها رونو تروفي آر، وهي نسخة خاصة من ميغان آر إس. النسخة الأساسية هي آر إس بقوة 300 حصان تتسارع من 0 إلى 100 في 5.8 ثواني، والنسخة المتوسطة ميغان آر إس تروفي بنفس المحرك ومع بعض التعديلات الرياضية لتحسين الأداء، وتتسارع من 0 إلى 100 في 5.7 ثواني، والنسخة الأعلى وبثمانمائة ألف دولار ميغان آر إس تروفي آر. هذه السيارة تعتبر أسرع سيارة دفع أمامي في العالم.
كما قلنا التسارع ليس هو كل شيء، فهذه السيارة هي أسرع سيارة دفع أمامي في حلبات نوربرغرين، والتي تعتبر أفضل مقياس لقياس أداء السيارات الرياضية. وبالرغم من أن ميني التي لديها أفضل تسارع في سيارات الدفع الأمامي وتتسارع من 0 إلى 100 في 4.7 ثواني، إلا أن رقمها في حلبة نوربرغرين هو 8 دقائق، بينما ميغان ار اس تروفي ار حققت 7 دقائق و40 ثانية، وقد حطمت رقم هوندا سيفيك تايب ار والذي كان 7 دقائق و44 ثانية. وهوندا عازمة على استرجاع هذا اللقب من رونو، ونحن ننتظر ما الذي ستقدمه. هذا الصراع القوي بين رونو وهوندا قد أنساني أن أذكر بعض السيارات الرياضية القوية التي تتفوق عليها رونو ميغان ار اس تروفي ار في حلبة نوربرغرين. هذه السيارة أسرع من أستون مارتن V8 Vintage، والتي حققت رقم 7 دقائق و44 ثانية، وأيضا أسرع من مرسيدس C63 EMG كوب التي حققت نفس الرقم، وأيضا أسرع من E63 EMG، وأسرع من E45 EMG، وأسرع من BMW M4، وأيضا أسرع من BMW M2 Competition، وأسرع من الأودي TTRS، واللائحة طويلة. حاولت أن أذكر السيارات الحديثة فقط. رغم أن ميغان ار اس تروفي ار تتوفر على نفس محرك الار اس العادية والار اس تروفي، إلا أنها أخف ب 130 كيلوغرام. جميع الأجزاء الخارجية من العجلات إلى غطاء المحرك والعادم أيضا صنعوا من مواد خفيفة، وكذلك تم تعديل أيروديناميكية السيارة بإضافة بعض فتحات التهوية لتحسين الأداء. أيضا تم تحسين النوابض، وكذلك تم زيادة زاوية ميلان العجلات السلبية في العجلات الأمامية لتحسين الأداء نيجاتيف كيمبر. إذا كنت لا تعرف ما هي زاوية الميلان كيمبر انجل، فقد شرحتها في فيديو سابق، ستجدونه هنا في الاقتراحات أو ربما هنا لا أدري، وستجدونه في صندوق التعريف أيضا. وكذلك تم الإنقاص من ارتفاع السيارة ب 42 ملم لتحسين الأداء. أيضا تم إزالة المقاعد الخلفية لتخفيف الوزن، وتتوفر هذه السيارة على مكابح أقراص مصنوعة من الكربون سيراميك لأداء مثالي وأيضا وزن خفيف. وكذلك تتوفر على عجلات الكربون فايبر كخيار، وهذه العجلات المصنوعة من الكربون فايبر لا نجدها إلا في السيارات الخارقة العالية الأداء مثل كونيكسيغ أغيرا آر، لكنها موجودة في سيارات رونو. كل هذه التعديلات أعطت أكلها، فهذه السيارة بمحرك 1.8 بالتيربو تتوفر على تيربو واحد وليس تيربو مزدوج، تولد قوات 300 حصان و 400 نيوتن من عزم الدوران. وأروع ما في هذه السيارة هي أنها تتوفر على تعشيق يدوي بست سرعات، وأنا من عشاق التعشيق اليدوي وأجد هذا مبهرا. وتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في 5.4 ثواني كما ذكرنا، وتبلغ سرعتها القصوى 263 كيلومتر في الساعة فقط. وأيضا تتوفر على نظام القيادة بأربع عجلات، أي أنه يتم تغيير اتجاه بالعجلات الأربع وليس بالعجلات الأمامية فقط، وهذا لأداء أفضل في المنعرجات. تخيل سيارة لا تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة تجاوزت سيارات قوية وخارقة. هذا إذا كان يعبر فهو يعبر عن شيئان: أولا السيارة ليست هي قوة المحرك والتسارع وكذا وكذا، بل الأداء الرياضي هو أهم شيء. والشيء الثاني هو كمية العمل المذهل الذي قامت به شركة رونو في صناعة هذه التحفة الفنية. ورغم أن ثمنها يصل إلى 100
$1,000 وهذا يجعلها تدخل في دائرة الكبار، لكني أفضلها عن البي ام ام 4 أو مرسيدس سي 63 أو أودي ار اس 4 في أي وقت، لأنها أفضل في الأداء الرياضي، وأيضا تحس أنها مصنوعة بشغف أكثر وليست فقط أي سيارة رياضية، وحقا تحفة فنية تبرز كمية العمل الذي وضعته شركة رونو فيها. أنا لست من عشاق شركة رونو، لكنها حقا أثارت إعجابي بهذا العمل الرائع، وأنا أيضا أتطلع لرؤية التوعد الذي وعدت به شركة هوندا لتعود لتتربع على عرش أسرع سيارة بالدفع الأمامي في العالم، وهذه المنافسة هي التي دفعت سيارات الدفع الأمامي ليصلوا لهذا الإبداع. في هذه الحلقة تعرفنا على أسطورة رونو ميغان آر إس تروفي آر، أسرع سيارة بالدفع الأمامي. إذا كان لديكم مواضيع أخرى تريدوننا أن نتطرق إليها اتركوها تحت في التعليق، كما لا تنسوا متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام تويتر ويوتيوب الذي تشاهدونه الآن. إلى اللقاء.